صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والصحه والبركه. اليوم رح نعمل كيكه الاناناس، يمكن انا كل فتره برجع بذكر فيها لانه كيكه كثير سهله وصيفيه، يعني هيك طعمه الاناناس مع جوز الهند اللي رح نضيفها بقلب الخليط رح تعطي طعمه كثير طيبه بهالشوبات. رح بلش هلا بفقرتنا الاولى، بس رح اعمل الكراميل، يعني هي خطوه سريعه بس حابه انه نعملها بالتفصيل مع بعض. بمقلايه على النار على حراره تكون قويه شوي، عندي نص كوب من السكر، السكر الابيض العادي، رح حط السكر بقلب المقلايه وحاولوا هيك توزعوها، واذا كان عندكم يعني بحرق السكر بشكل عام، اذا كان عندي كميه كبيره من السكر بحرق السكر على مراحل، خصوصا اذا مثلا مقلايتي ما بتوسع او يعني هو عين الغاز قد ما كان كبير رح يضل انه يعني رح يعطيني حجم اقل مثلا من الكميات الكبيره، فاذا كان عندي كميات كبيره مثلا من كوب وطالع بحطهم بالتدريج. هلا بترك السكر ما بحركه لبين ما اشوف انه في بقع بلشت عندي دوب بيطلع لونه هيك مثل لون الكراميل الفاتح الاشقر، او بيطلع لونه هيك شوي على بني، بس شوف هدول البقع بعدين ببلش بحرك السكر، لانه انا بدي السكر يغب حراره تطلع درجه حراره السكر، لانه اذا بلشت بتحريكه من الاول رح نزل حراره السكر ورح يكتل عندي. بعد ما اشوف هدول البقع ببلش بخلط السكر على مهلي لبين ما، وهون ببلش بتحكم بالحراره، اذا حسيت الحراره عاليه ممكن خفف الغاز وهالقصص، يعني بتضل عيني عليهم لبين ما يدوب عندي كل السكر ويصير لونه أشقر. عندي ربع قالب أو 50 جرام من الزبدة مقطعتها لمكعبات، بوصفتي كلها رح احتاج قالب من الزبدة، باخد 3 ارباعه للكيك لخليط الكيك وباخد الربع للكراميل. وبعدين عندي هون أنا مجهزة القوالب، هلا اذا كنتوا شاكين انه ممكن القالب يلزق عندكم، دهنه زبده وورق زبده لحتى اكيد سهل عليكم انه تطلعوا القالب من الكيكه من القالب. وعندي شرائح اناناس، شرائح الاناناس يعني حسب انا حجم القالب عندي ممكن تاخذ بين 7 لـ 8 شرائح. هلا هون بلش السكر يدوب عندي، بخفف الحراره وبلش بقلب، اذا شايفين يعني ببين عندكم. هلا اللي دابوا اللي صاروا سائل هدول رح يرفعوا لي من حراره باقي السكر ورح يدوبوا بشكل يكون تمام بدون تكتلات، حتى لو تكتلت عندكم شوي ما بيأثر، انا عندي حراره السكر عليت. هلا هون مثلا انا خففت الحراره، رجعت حسيت انه لا الحرارة وطيت، برجع بعلي الغاز وهيك لا يدوب عندي السكر. ومثل ما قلت أول ما بيدوب بوطي النار وبضيف الزبدة بقلبهم لبين ما تدوب الزبدة بقلب الكراميل، بعدين رح وزعهم على القوالب. هلأ بالفقرة الثانية رح نعمل أكيد خليط الكيك مع بعض، كون أنا جهزت وإن شاء الله هيك كون قدرت أعطيتكم فكرة كيف مندوب السكر بطريقة صح. رح وزع الكراميل بالقوالب وحط شريحة أناناس، وبالفقرة الثانية رح نعمل خليط الكيك مع بعض. أكيد رح ترجعوا لعند الصبايا وأنا برجع بلاقيكم بالفقرة الثانية. يسعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا البسيطة اليوم والطيبة كثير اللي هي كيكة الأناناس. كرملنا السكر بالفقرة الأولى وحطيتهم بقوالب صغيرة وحطيت شريحة من الأناناس بقلب القالب، وفيكم كمان أكيد أنا الخليط اللي رح أعمله رح يطلع أكثر من هدول القوالب، فكمان رح يعني نفس الشيء كمان حضرت قالب أكبر شوي، كمان في كراميل تحت وفي شريحة أناناس. للي ما عندهم قوالب صغيرة أكيد فيكم تخبزوا بقالب كبير وبتوزعوا شرائح الاناناس على حجم القالب، بس اكيد رح تاخذ وقت اطول بالفرن، يعني هدول رح ياخذوا بين 20 وال 25 دقيقة، هذا القالب رح ياخذ تقريبا بحدود ال 35، وإذا كان القالب أكبر يعني حطيتوا الكمية كلها بقالب واحد رح تاخذ بحدود ال 50 دقيقة. هلا هون أنا تحت الهواء في عندي 3 أرباع قالب الزبدة اللي أخذنا ربع للكراميل و3 أرباع القالب، ضليت هيك عم قلبهم مع كوب من السكر الأبيض، كمان بهي الطريقة بالمعلقه او بمعلقه خشب، اكيد للي ما عندهم خلاط لحتى يعني اذا عندي خلاط اكيد بترجع المهمه اسهل، بس اذا ما عندي خلاط بمعلقه خشب او معلقه سيليكون وبضل بخلطهم لحتى يعني يحس انه السكر بلش يدوب عندي. 3 حبات من البيض، معلقه كبيره
من الفانيلا او ظرف من الفانيلا، رح خلطهم كمان مع بعض. يعني شايفين الكيكة حتى إذا ما عندي أدوات بتطلع كمان كتير طيبة وبتطلع النتيجة كتير حلوة. عندي 2 كوب من الحليب، أنا اليوم عم استعمل حليب البودرة، يعني حطيت 2 معلقة صغار مع 2 كوب من المي. أكيد إذا عندي حليب سائل كمان نفس الكمية. هلأ هون بس خليني أتأكد إنه البيض اندمج مع السكر والزبدة، بعدين رح أضيف الحليب، بعدين عندي 2 كوب و3/4 من الطحين رح أضيف عليهم 1 معلقة كبيرة كمان أو ظرف من البيكنج باودر، وعندي 1 كوب من جوز الهند المبروش أكيد الناعم. هلأ هون بعد ما يعني أنتوا دائما مثل ما بقلكم بالبيت عطوا الوصفة وقتها، يعني ضلوا خلطوا لبين ما تحسوا أنه خلص البيض اندمج بطريقة كتير صح مع السكر والزبدة. رح أضيف 2/3 كوب الحليب، وفيكم حتى بالبيت تضيفون بالتدريج، تضيفوا كمية من الحليب كمية من الطحين، يعني كمان هي التفاصيل بتفرق معاكم بالكيكة. الفرن محمى أكيد على حرارة 180، رح حط القالب برف النصاني، وبعد ما أحس أنه هيك الحواف عندي بلشت تشقر أو أخذت لون بتأكد أكيد بعود من الخشب، بغز العود أو بسكينة تكون رفيعة، وإذا طلعت السكينة أو العود طلعوا نضاف معناها الكيكة عندي أكيد صارت جاهزة. وممكن إذا كانت مو أخذة لون من فوق طفي الفرن من تحت وشغل الوشيعة أو الغاز من فوق واتركها بس هيك 2-3 دقائق لحد 5 دقائق لحتى أكيد تتحمر عندي، وبعدين بطلعها. هلأ يمكن الشغلة الوحيدة اللي بدي انتبه عليها بهي الكيكة إنه رح اتركها تبرد كتير منيح قبل ما أطلعها من القالب. أكيد لازم أترك القالب يبرد، يعني أنا إذا مسكت القالب ما يحرقني القالب، يكون يعني دافي أو بارد. هلأ إذا بردت القالب كتير يعني تركته فترة طويلة قبل ما تطلعوا يعني الكيك من القالب ممكن الكراميل يرجع يجمد عندي. بهيك حالة شايفين مثل هيك صينية بحط فيها مي عم تغلي وبحط القوالب بقلبها بس لحتى يفك عندي الكراميل وقدر طلع الكيكة من القالب. يمكن هاي الشغلة الوحيدة اللي لازم تنتبهوا عليها. والشغلة الثانية انه انا ما رح عبي القالب كله، رح عبيه تقريبا 2/3 ارتفاعه. اكيد هلا رح عبيهم انا وحطهم بالفرن واخبزهم لحتى بنهاية الحلقة يكونوا جاهزين لتشوفوا شكلهم النهائي. رح ترجعوا لعند الصبايا وانا برجع بلاقيكم باخر الحلقة. يسعد صباحكم عن جديد، اكيد وصلنا لاخر الحلقه ووصفتي صارت جاهزه. اليوم عملنا كيكه الاناناس، وانا تقصدت انه في قسم من الخليط حطيتهم بقوالب صغيره اكيد لحتى يستووا معي لنهايه الحلقه. القالب الثاني اللي هو اكبر اللي كمان عرضته خلال الحلقه اكيد لساته بالفرن لانه بده وقت اطول من القوالب الصغيره. فيكم تعملوهم بقوالب صغيره اذا موجوده عندكم او قالب كبير، يعني كل الخليط حطوه بقالب كبير، بس انتبهوا انه يكون الخليط 2/3 ارتفاع القالب مو اكثر من هيك اكيد لحتى ما يطف عندي. إن شاء الله يكون طبق إلى اليوم عجبكم، جربوه وتخبرونا، وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة.